صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه الله قرار رقم 36 لسنة 2017 بتعيين مدراء في وزارة الخارجية نص القرار على الآتي جاء في المادة الأولى يعين في وزارة الخارجية كل من السيدة فاطمة عبدالله فارس الضاعن مديرا لإدارة المنظمات السيد حسن ابراهيم صالح عبد الرحمن مديرا لاداره شؤون مجلس التعاون السيد عبد الله احمد عبد الله بقحوس مديرا لاداره الموارد الماليه السيد عبد العزيز محمد عبد العيد مديرا لاداره الشؤون العربيه وجاء في الماده الثانيه على وزير الخارجية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية